أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونزف أحلى وأجمل وأزكى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه، وإلى جميع الفقهاء الأعلام وجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه الذكرى العطرة. ونسأل الله عز وجل أن تكتمل فرحتنا بلم الجمع من أحبتنا، من كان بعيدا ومن كان بين نعم القضبان. فرج الله عن جميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عنوان حديثنا هو ملامح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن. إخواني، لو سألنا أي إنسان ما هذه الذكرى، تسأله عن هذه الذكرى، عن هذه الليلة مثلا، فيقول لك إنها ذكرى مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وترد عليه السؤال ثانية تقول له ما تفسير ذلك، يقول لك بعبارة أخرى إنه ظهر رجل في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونشر دين التوحيد، وهذا الدين باق ما بقيت الدنيا. من خلال هذه الوقفة في هذه الذكرى، تعالوا بنا لنسأل من هو هذا النبي الذي بعث، والذي الباري سبحانه وتعالى أرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ما هو تعريفه؟ قد يتعذر، وبالفعل يتعذر جميع البشر بما فيهم من الطاقات العلمية والمعرفية، على أن يعطونا تعريفا عاما شاملا جامعا مانعا في من هو هذا النبي محمد. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رقى إلى الكمال الذي لم يرقى إليه كمال كل الأنبياء والأئمة والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونعم، وعظمته صلى الله عليه وآله وسلم هي فوق كل عظمة مخلوق، وما دون عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذن فبهذا السبب أنه من المعسر على البشرية وعلى الخلق بما فيها من الطاقات العلمية والفكرية والمعرفية،
على أن يعطونا تفسير عام شامل جامع مانع في من هو هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نلجأ إلى كلام الله عز وجل، نلجأ إلى القرآن الكريم حتى نعرف من هو هذا النبي. مو أحبائي، إذا لم نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة لن نصدق به، هذه قاعدة. إذا أنت مثلا جئت إلى هذا الحفل وأنت لا تؤمن بعظمة هذا الحفل وأهمية هذا الحفل وضرورة هذا الحفل، لو جلست نعم طوال الليل لا ينفعك هذا البقاء، لأنك لا تؤمن بضرورة إحياء هذه الليلة والمشاركة مع المؤمنين والمؤمنات في إحياء هذه الليلة. كذلك إذا لم نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة، ولا أقصد بالمعرفة أنه ابن من وأمه من ومن أي العشائر، لا، وإنما نريد تعريفا يثبت هذه العقيدة في قلوبنا. نريد أيها الأحبة أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نصدق به، وإذا لم نصدق به لن نلتزم بأوامره ولن نطيعه أبدا. شايف بعبارة أخرى، هذا البعد في المسافة ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، القضية بسيطة. القضية لأنهم لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وآله ولم يؤمنوا بالنبي ذلك الإيمان الكامل الذي يؤهلهم لأن يتبعوا الرسول وينتهجوا نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة. البعض يتصور، بعض المفكرين والمثقفين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا نعم ثائر على وضع مثلا من الوضع الفاسد مثلا أو غير ذلك، فحاله كحال فلان وفلان من أولئك الذين نعم لهم حركات في تأريخ البشرية، لكن نحن نؤمن بأن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أعطانا إياه من تعريف القرآن الكريم. القرآن الكريم أيها الأحبة، نذكر موردين أعطانا تعريف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا في المورد الأول يقول الله تبارك وتعالى، يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. صفة العبودية للنبي صلى الله عليه وآله. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى الذي تناسب الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، شايف، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر هذه المفردة بأن النبي صلى الله عليه وآله، أيها المسلمون أيها المؤمنون، إذا أردتم تعرفون من هو النبي فإنه نعم عبد. هذا العبد رقى إلى مقام العبودية والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى
حتى فاق جميع الخلق بهذا المقام. لذلك مدحه الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، يقول: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وسيد عباده. إخواني، هذه العبودية الحقيقية لم يصل لها رسول الله صلى الله عليه وآله بدون علم، بدون معرفة. فأنت يرتفع مقامك في عبادتك لله عز وجل حينما تتكامل المعرفة عندك بمن تعبد، تعبده كما تقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. بماذا؟ توحيد الله في أي جانب؟ أنك تتكامل بهذه المعرفة وترقى بهذه المعرفة، وكلما رقى الإنسان بهذه المعرفة رقى في العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا المورد الأول في تعريف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المورد الثاني في تعريف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نعم صفته صفة البشرية، وأنه يوحى إليه كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بشر، نفس ما أنت بشر وفلان بشر وأنا وجميع الناس من البشر من الأولين والآخرين، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما أنا بشر. هذه البشرية توفر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله كما توفر على العبودية لله سبحانه وتعالى. بس لا، بل أن هذا البشر استطاع أن يصل إلى الكمال الذي يؤهله وأن يكون لائقا بنزول الوحي عليه، أنه وصل إلى كمال مثل ما عجزت أنا وأنت وفلان وفلان من أن يرقى إلى هذه الرتبة وهذا المقام، واختاره الله عز وجل لأنه وصل إلى هذا المقام. تقول في الصلاة: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رقى في مقام العبودية ووصل إلى ذلك المقام، فاختاره الله عز وجل لأن يكون هادياً وبشيراً للناس وللعالمين. إذن نستخلص من هذين الموردين أن هذا الذي نؤمن به، الذي اجتمعنا لأن نحيي مبعثه الشريف، هذا الإنسان هو عبد وهو بشر، ولكن بقولنا أنه بشر أخرجنا من؟ أخرجنا أن كون هذا النبي من صنف الملائكة أو من صنف الجن، لكن هذا العبد وهذا الذي هو من البشر نعم أصبح يخبر عن الله سبحانه وتعالى، أخبرنا عن الله عز وجل، جاءنا بهذا الدين، جاءنا بالقرآن، جاءنا بالرسالة، جاءنا بالمبادئ والقيم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فهذه هي عقيدتنا في النبي محمد. هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نأتي إلى المحور الأساس في هذا اللقاء وهذا الحديث، أنه ملامح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن. هذا النبي الذي آمنا به وصدقنا به واتبعنا أثره وانتهجنا في هذه الحياة منهجه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإنسان يتوفر على مجموعة عناصر، مجموعة خصال، صفات. هذا ما حدثنا عنه القرآن الكريم. القرآن الكريم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله في مجموعة أبعاد، أذكرها للاختصار، أذكر أربعة موارد قرآنية أشارت لنا صفات النبي وملامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ملامح أو العنصر الأول في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه، نعم، أنه عنصر العبادة، عنصر العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد أهل الدنيا من الأولين والآخرين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل نصفه أو ثلثه أو ثلثيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله لا يبتغي بهذه العبادة أن يكون، نعم، من أهل الجنة أو حبا في الجنة أو خشية من النار، لا، وإنما كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أرقى من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فكان النبي صلى الله عليه وآله في هذا الملف أنه يعبد الله عز وجل كان على أساس الحمد والحب والثناء. قالت له إحدى زوجاته: نعم، لما تعبد الله بهذا القدر، بهذا الاهتمام، تقوم الليل كله، نعم، تسجد وتركع وتشتاق إلى العبادة وتحس بأن هذه العبادة هي ما توفر لك الراحة والهدوء والاستقرار. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب، لا يجيب إلى تلك الزوجة، وإنما يجيب لي ولأمثالي لمن لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، بهذا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العنصر الذي توفر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تحدث، نعم، القرآن في سورة المدثر عن هذا الجانب. وكذلك أذكر لكم رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك، فقال الله عز وجل إليه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى، بل يقول أمير المؤمنين لتسعد. فالعنصر الأول عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حاله في نعم بعد العبادة وعنصر العبادة. فتعالوا بنا في هذه الذكرى لئلا تكون عبادتنا عبادة مثل ما نقول سطحية ودونية، لا ترقى بهذا الإنسان ولا تنفع هذا الإنسان، بل كما يقول بعض الأساتذة أنه يبقى هذا الإنسان 50 عاماً أو 40 عاماً يقوم ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق، ولكن لم يرتفع إيمانه نعم مثلا مسافة بسيطة. فلذلك نحن لما نقوم بهذه العبادة نرجو من هذه العبادة أن تقوم سلوكنا وأخلاقنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني العصمة والطهارة. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم شهد له بالعصمة والطهارة القرآن الكريم في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالطهارة والعصمة هي من الذنوب والمعاصي والرذائل والنقائص الإنسانية والإيمانية وكل شيء، وكذلك هي عصمة نعم عدم الوقوع في نعم في الخطأ والاشتباه. إذا لم نفترض في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون معصوما من قبل البعثة ومن بعد البعثة وفي كل مراحل حياته من الولادة حتى الوفاة، إذا لم نفترض ذلك القلوب لا تنقاد إليه أصلا. ولذلك أنت لما تشاهد مثلا أحد المؤمنين يرتكب مثلا يرتكب معصية من المعاصي، ذنب من الذنوب، وتريد أن تشترك معه في تجارة، لما تذكر أنه فيه خصلة الكذب مثلا، فيه خصلة النفاق، فيه مثلا خصلة الغش، فلذلك أنت لا تطمئن. نحن نريد أن نأخذ ديننا، نأخذ معالم ديننا، فلذلك لابد وأن نفترض في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون معصوما في كل الأبعاد وفي كل الجوانب، وإلا لا تنقاد القلوب إلى طاعته والالتزام بأوامره. وكلمة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: نحن قوم معصومون، أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. هذا العنصر الثاني. وطبعا العنصر الثاني ماذا يعطينا؟ يعطينا أن نقوم سلوكنا، أن نقوم نعم أخلاقنا، وكما قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك نحن نستفيد من هذا البعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصعد إلى مستوى على الأقل العصمة التي تترك تلك النقائص وتلك الرذائل وتلك الموبقات والذنوب وما شابه ذلك. العنصر الثالث لأسرع في الحديث نعم العلم. الله عز وجل يتحدث عن صفة العلم
في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله عز وجل يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وآله القرآن، وأنزل عليه وجاءه بالوحي وهي الحكمة وقوام العقل، وأيضا وأوحى إليه الأحكام وعلمك ما لم تكن تعلم من الشرائع وأنباء الرسل والعلوم. يكفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة لنعرف مستوى هذا البعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. بل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: علمني رسول الله ألف باب من العلم، يعني من مصادر علمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو علمه من قبل رسول الله محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا النبي الذي نؤمن به هو إنسان متصف بصفة العلم والمعرفة، بل على هذا الإنسان أن يسعى في طلب العلم ما دام هو في هذا الوجود وفي هذه الحياة، أنه يطلب هذا العلم من المهد إلى اللحد من خلال قراءة الكتاب، من خلال التدبر في آيات الله عز وجل، من خلال الاستماع إلى ما يأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البعد الرابع والأخير وهو بعد الأخلاق، العنصر الرابع عنصر الأخلاق. ولما نذكر هذا العنوان الصغير والكبير يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بل أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أرفع الدرجات من الأخلاق وحسن التعامل. يقول أنس ابن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، يقول: ما وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي يوما أف قط. يقول: ما شفته يوم يقول لي أف. يقول: وما نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم لشيء عملته لما عملته، ولا لشيء تركته لما تركته. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في قمة الأخلاق. نذكر رواية أخيرة ونسألكم الدعاء عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوكئا على عصاه فقمنا إليه. يقول هذا، يقول قمنا لما شفنا الرسول متوكئ على عصاه قمنا إليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وكان يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقا. ولقد شارك أصحابه في بناء المسجد وحفر الخندق، وكان يكثر من مشاورة أصحابه بالرغم من أنه نعم كان أرجح الناس عقلا، نعم صلى الله عليه وآله وسلم.
فلنكن من أولئك الذين يتبعون أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دائرة العبادة وفي دائرة الطاعة وفي دائرة العلم وفي دائرة العصمة وفي دائرة الأخلاق. وفقنا الله وإياكم لذلك، لأن نكون من أولئك الذين يقتربون من نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين.